السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. نناقش في هذه الحلقة عن الحديدة، تلك المدينة المنكوبة، الحديدة بين مطرقة الظلم ونهب واحتلال الميليشيا الانقلابية وسندان المرض والفقر وانعدام الخدمات. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك، وأيضا على هاشتاج الكلمة لك أو الحديدة مدينة منكوبة. إذا ما قرأنا بعض التعليقات التي وردتنا على صفحتنا في الفيسبوك، هنا سعيد مثنى السناني يقول: كل من يتقاعس ويتخاذل عن نصرة اليمن سيأخذ نصيبه من ظلم الإمامة، وإن كانوا من المسالمين فهناك أهل السلم والسلمية يتجرعون ويلات القتل والتخريب، أطفال ونساء وشيوخ من أبناء الحديدة وأبناء اليمن. لا أفهم ماذا يقصده سعيد، لكنه ربما في المضمون يقول أنه لا بد لليمنيين أن ينتفضوا، سواء كانوا مسالمين أو غير ذلك، ينتفضوا ضد هذه الميليشيا التي أرقت اليمنيين وأخذت وسلبت ونهبت كل أمنهم وسلامهم وطمأنينتهم. علي محمد الجلال يقول: اليمن مقدم على كارثة وهم يعلموا بذلك، لكن الحماقة والحقد لا يستسلم للأمر الواقع، فكل يوم يأتي وهو أسوأ وأشد، فعلى الشعب أن يصحى وأن يجتث هذه السوسة الخبيثة التي يقصد بها ميليشيا الحوثي لينعم بالأمن والأمان. أما أحمد الباهلي يقول: نقول لغلمان الحوثي وعفاش لابد لابد أن تنتهي حربكم على اليمنيين وشعاراتكم المشؤومة. الأجدر بكم دعم الحديدة بمولدات كهرباء ورفع معاناة محافظة تقع تحت قبضتكم، ونقول للحكومة والتحالف: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما محمد العودي ففي تعليق له يقول: يا لعجبي من لجنة ثورية يقصد بها الحوثيين، لا يوجد في قاموسها إلا القتل والتشريد ومصادرات حقوق المواطن المسكين. أقول لكم يا أصحاب المسيرة التخريبية، مسيرتكم الزائفة سوف تعيدكم إلى كهوف مران إن شاء الله، وبالنهاية سننتصر أو ننتصر. معي اتصال، السلام عليكم. وبركاته. نبيل الفقيه، مرحبا بك يا نبيل. نعم تفضل أحمد. أهلا وسهلا بك. ماذا تتحدث، ماذا يمكنك أن تتحدث أمام مدينة منكوبة بها كل الآلام والأوجاع، تستصرخ تستغيث الضمير الإنساني من ظلم الميليشيا وانعدام الخدمات ومن فقر مدقع ومن تفشي الأمراض وغيرها من المصائب التي حلت بمحافظة الحديدة والسهل التهامي على وجه العموم؟ والله أخ محمد تحضرني آلام الحديدة، وأنا أتذكر الإنسان التهامي، الإنسان في الحديدة، ذلك الإنسان البسيط الذي يؤمن بالدولة، وبمجرد أن تأتي إليه بأمر أو ورقة من أحد أقسام الشرطة يأتي إليها بدون عنجهية، ويحب الدولة وبطبيعته مدني ويحب الدولة، فلا يهان بهذه الإهانة من كل الرسيات. أنا لما أتلقى إلى هذا الإنسان المدني المسالم، ما الذي أعطته الدولة في عهد المخلوع لثلاث وثلاثين سنة؟ وبعدين جاءت أعطت الدولة للحديدة جميع مشايخ وقبائل المقربين من صالح لينهبوا الأراضي هناك هذا، واشتروا المزارع من المواطنين، وبدل المواطن من الحديدة من مواطن مالك إلى مواطن مستأجر عند هذا الشيخ في جميع الأراضي في الحديدة وفلان وفلان، وهم الآن الدولة العميقة التي هم بجانب صالح. هذا كل ما أعطتهم. بالنسبة لموضوع الموضوع أنا حول ما 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 يحصل في الحديدة من حر، وهذه معاناة إنسانية كلنا نتشدق إليها، لكن لا نستطيع أن نفعل شيء، لأننا أمام ناس بلا أخلاق ولا يعرفون الأخلاق أساسا،
ولن استجدي لهم لانهم اساسا لم ياتوا ليبنوا دوله، هم اتوا ليدمروا بلد ويستولوا عليها ويفرضوا فكرهم بكل القوانين ويحولوا الناس من اناس الى عبيد الى اسيادهم سواء في اليمن او في ايران. انما نشده الى الحكومه، هل تستطيع ان تفعل شيء؟ هل تستطيع ان تضغط؟ هل تستطيع سواء اعلاميا ماديا لدول التحالف؟ انقذوا هؤلاء في اي طريقه من الطرق وباي وسائل، بكهرباء او غيرها، استنجادات للمحولات وغيرها، مثلهم ومثل ابناء كذلك الى ابناء عدن، هذه المناطق التي فيها يشتد الحر والناس اين يذهبون؟ لا يستطيع ان يعمل شيء، يستطيع ان يتحمل البرد لكن الحر لا يستطيع ان يفعل له شيء. كما قلت لك لن استنجد بهؤلاء. لا يقتصر الموضوع يا نبيل على الحر، الى جانب تفشي بعض الامراض التي لم يعهدها ابناء الحديدة. نعم. وأيضا انعدام الكهرباء عن مستشفيات مهمة للغاية يجب أن تستمر، مثل الفشل الكلوي والمستشفيات الأخرى التي تهدد الآلاف بالموت. نعم أخ محمد، هو مرتبط أساسا الكهرباء في الحر وفي معاناة المواطن وفي حياة المواطن البسيط من كل النواحي. ما حصل للحديدة من قبل ومن بعد هو إهانة الإنسان أساسا، حتى الانقلاب لم يعطى شرعية أو من الذي سمح له أن يدخل حتى المحافظة ينقلب على اليمن أساسه باطل من أساسه. معاناة أبناء الحديدة في كل المجالات، الحديدة كانت ثروة لليمن بأكملها لكن لم تستفيد شيئا، مثل مارب وغيرها. هل الحديدة محافظة فقيرة حتى تتعرض لكل هذه المعاناة والآلام والأوجاع؟ ليست فقيرة تاريخيا، من أغنى المحافظات، لو نقرأ تاريخ الحديدة كانت من أغنى المحافظات وأصدرها ثروة لأنها على امتداد ساحل البحر الأحمر وفيها زراعة في تهامة، أكبر مصادر لهذه المحافظة، كانوا يتعيشون المواطن في على تاريخيا وفي الدولة العثمانية كانوا من أغنى الرجال لأنهم قريبين، وكانت المحافظات المجاورة لا تحسدها على موقعها الجغرافي أساسا. فليس الفقير هو عقلية من حكموا اليمن في عهد صالح في عهد الأئمة فيما بعد الانقلاب الذي هو حصل أن الحكومة المتعاقبة. عقليتنا نحن لم نستثمر، العقلية التي حكمت لم تستثمر الحديدة وهي محافظة أو اليمن في نصف دقيقة يا نبيل، ما الذي يجب على أبناء الحديدة فعله؟ وأيضا على ما هي الرسالة التي يمكن أن ترسلها؟ يستطيع أن يخرج عن صمتهم حتى بمظاهرات حتى بغيرهم مع أنه صار غير ممكن، لكن عليهم أن يعلوا صوتهم، أن يتكاتفوا بينهم، أن يترحموا كإنسانية فيما بينهم، الغني يعطي للفقير، الاستنجاد بالحكومة كذلك، أن يخرجوا أقل شيء حتى مظاهرة الشوارع، أن يعبروا عن سخط لهم ومن حقهم، رغم أننا نعتبر أنه إنجاز، وإنجاز بحد ذاته المواطن البسيط يستطيع غير ذلك، ولا نستطيع أن نفرض عليهم أي شيء لأن اليمن بأكملها في غوصة قضية الحوثي أو أجزاء منها الحديدة وغيرها. نعم. في الحوثي. شكرا لك نبيل الفقيه الناشط، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. معي اتصال آخر، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير محمد. مرحبا بك، معي الحمري. اي نعم، الحمري. الحمري حياك الله. الله يحييك خوي. نحن نتحدث عن محافظة فيها أكثر من 2 مليون نسمة يتجرعون مرارة الفقر والجوع وأيضا انعدام الخدمات وتردي الخدمات، ما أدى إلى تفشي الأمراض وغيرها، في ظل حكم الميليشيا المتمردة التي لا تأبه بمعاناة هؤلاء. تفضل الكلمة لك. الله يسلمك، هذه علي عبد الله الصالح، الحديدة رجعها لمزارع، هذه مزارع علي عبد الله الصالح، والتجار اللي فيها أكثرهم مع علي عبد الله الصالح، هذا هو اللي خرب الحديدة. هي غنية، وهي غنية بهلها لكن هذا وبمواردها ومواردها، لكن هذا الرئيس استخدمها مزارع. تعرف كم مزارع مع علي عبد الله الصالح وكم فلت داخل الحديدة؟ والله يعني بس الحديدة يعني مفروض يقوموا عن بكرة تبيهم، والحديدة قرب من عصاها الأعمى إلى حرف، مفروض يدعموها. أنا أقول لعلي محسن الأحمر، النسوان بصنعاء يناشدلك يا علي محسن، هذا فرصة لا تتعوض، والله ليسحبوكم بالشوارع الحوثيين. أنا أقول لك ثاني مرة، أناشد علي محسن يناشدوكم. ليس الفريق علي محسن، وإنما الدولة بشكل عام، الدولة كلها، بس هو كمنظومة هو يعرف
يعرف يعرف يعرف صنعاء ويعرف هذه المناطق يعرفها. هذا انسان صح، هذا انسان صادق. يجب ان يوقف ان يروح مارب، هو يروح مارب وعبد الله هذا هادي يروح، اللي يروح ضالع يروح يحرر اليمن. هذا والله وصلنا باليمن الى مجال لمصلة، نسوان يحرقين شعرهن وهم يتفرجوا، والله عيب عليهم، والله عيب، والله لو حرمه يا معتصمه بتقول والله لا لا ينقلوها. وهذا ولا قاعدين اللي بالرياض ماذا يفعلوا بالرياض؟ الى جانب الحمري، الى جانب الوزراء على جميع المحافظات المحرره، ما يبقى وزير داخل الرياض لا فيهم مهتم وفيهم عروبه، والله ما يمشي وزير داخل الرياض. وزحهم على المحافظات المحرره والحرب الموت، ما حد يموت الا اذا وفيت منيته، والله ما حد يموت الا من وفيت منيته. لكن قاعدين داخل الرياض يخطبوا لي ام الامم المتحده ماذا سوت لغزه، 50 يوم يقصفوا غزه، ماذا سوت لغزه الامم المتحده؟ ماذا سوت للعراق؟ والله لا تحصلوا اي شيء من الامم المتحده. اقول للمخلافي عندك عندك انا صالح للمخلافي يقول لهم 1-2 يا تفكوا الاسرى يا ماشي، انا اقدم استقالتي له رجال المخلافي عليه ان يسحب من المفاوضات، يقول تفكوا الاسرى يا ماشي انا لا اتفاوض معكم. هذا لا كذابين، هذا ايران تدعمهم 20 سنه تتفاوض ريال مع امريكا، والله لن تحصلوا اي شيء من الحوثيين، والله الحوثيين بيسحبوا كل شيء اذا ما تحركوا، اذا ما تحرك الشعب والجيش. وانا ناجد حاشد وبكيل قبائل حاشد بالشر، والله عيب عليكم، النسوان في صنعاء يغيثينكم، والله انتم ما برجاجين اذا ما قدتوا صنعاء. واقول للقبائل اللي على الطريق اقطعوا الخط الرئيسي، اهل سرحان واهل السلال الابطال، اولاد عبد العزيز اولاد دحيده، عليكم اقطعوا الخط الرئيسي وخذوا كل ما تحصلوا من الحوثيين سلاح واي شيء، استلموا خذوه لكم بالخطوط، الله اعطاكم. قوموا يا قبائل اليمن يا عيباه عليكم والله، نسوان ولا نسوان ولا قدموا استقالكم يا الوزراء وخلوا حكمه حرمه تحكم اليمن، والله افضل منكم. المسامحه محمد. والله يا الحمري ما لم استطع حتى ارد عليك لان الاوجاع تتراكم، لكن انا حتى انك تحدثت خارج الموضوع ولم استطع حتى ان اوقفك، لان ما تتحدث عنه من حرقه داخلك، تريد ان ترى يمنا حرا، يمنا مزدهرا خال من هذه الجراثيم السرطانية التي جاءت عبر عفاش والميليشيا. قالها جمال عبد الناصر اي شيء ياخذ بالقوه والله ما يرجع الا بالقوه، والله مستحيل يحصلوا شيء من الامم المتحده، مستحيل مستحيل يحصلوا شيء من الامم المتحده. هذه قاعده هذه قاعده انسانيه نضاليه لكل الشعوب الحره، انه لابد ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. شكرا لك الحمري على ما تحدثت عنه، رغم أنه خارج إطار الموضوع الذي نتحدث عن المدينة المنكوبة مدينة الحديدة. معي أبو يافع اليافعي، مرحبا بك أبو يافع. حياك الله أستاذ محمد. حياك الله، حياك الله وبياك. نتحدث عن مدينة الحديدة. مدينة الحديدة أكثر من 2 مليون نسمة يتضورون من 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 الفقر والمعاناة وانعدام الخدمات وغيرها من الآلام والأوجاع التي أولا لحال الدولة وأيضا جلبتها لهم الميليشيا من اختطاف وإغلاق للمصانع ونهب وغيرها. ما الذي يمكنك أن تتحدث أمام هذه المدينة المنكوبة التي تعاني الأمرين؟ والله يا سيدي يقول لك اللي ما قعدك أكلتها الذئاب، فأهل الحديدة يعني إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. أيوة، أهل الحديدة ناس مسالمين فعلا، وحتى أراضيهم انتهبت، وأنا استقنت مرة في الحديدة وشفت دخلت السجن وشفت قضاياهم، والله يعني تستغرب يا أخي، مساكين ناس يعني لا حول لهم ولا قوة، اللي سجنها الشيخ واللي سجنها ما علمهم شغلات يعني تافهة جدا، وفي عايشين في عصر خارج عن الدولة، خارج عن الدولة، ما في حاجة اسمها دولة. أنا الدولة هذه بعدين بتجي بالنهاية، ولا الشيخ والكل بالكل والحاكم الفعلي حتى بيشاركهم في أكلهم بيشاركهم في كل شيء. في القضية تحولوا هؤلاء المشايخ الذين هم الذين كانوا يتبعون علي عبد الله صالح إلى متحوثين، صاروا أشد وأنكى على الأبناء الحديدة وتهامة. يا أستاذ محمد، اليمن كلها في بلاء، اليمن في بلاء، والسبب السبب يعني السبب رحنا أن نكون واقعيين، السبب هو الشعب نفسه. يا أخي بالله بربك أنا أمس شفني ما شاركتكم أمس بالهذا، شفت العادة حق الموضوع حقكم أمس، والله يعني إيش أقول لك، بس يعني طفل طلب الطفل هذا عار والله. لكن أنا أذكر الحوثي، بس أذكر الحوثي في مرة من المرات أنا أفتكر زوجة محمد الحوثي
زوجة حسين بدر الدين الحوثي وايضا محمد وخرجين عند عبد الله بن الشيخ عبد الله الله يرحمه بالاحمر وحرقين نفس وصلحين نفس هذه وما عجاء ما عجاء يعني ما عجاء هذه الا اطلاق صراحهم بدون مقابل. هم كانوا محجوزين عند قبائل بن سفيان مدري ايش من قبائل هذه كانوا محجوزين في لدى الامن وهم اصلا مذنبين وارتكبوا جريمه التمرد فعلا واطلقوهم فورا جاء امر باطلاقهم واطلقوهم. فهذا لا اقول لكم هذا لا من بغايا كسره هذا لا بغايا كسره هذا لا ضل لهم لا لهم دين ولا لهم شرف ولا لهم مله ولا هذا لا خارجين عن الهدية. والله انها عار على علي محسن قسما بالله انها عار عليه عار اكبر عار عليه اقسم بالله انه يتحملها هو. والله لو عندهم دم اقسم بالله العظيم لو فيهم قدرة كرامة يعني كانوا بالجبهات فعلا. انا اشكر اخ اللي قبل شوية يعني بيتكلم من حرقة في القضية قضية يمن كامل يعني شرف يمن كامل ما فيه لا شرف فلتان لا شرف هذه عار علينا كيمنيين. فالله يستخير الخير من هذا يخارجنا بيفاوض من بيفاوض وبيفاوضوا على ايش؟ احنا كنا بنفاوض احنا وياهم الله يحفظك وانقلبوا على كل شيء. يا اخي ليش نضحك على انفسنا؟ ليش الضعف والجبن هذا يا اخي؟ خلوا الناس يعني تقاتل يا اخي يا اخي هلكونا هذا لا والله هلكنا هذه القياده اقسم بالله العظيم خلاص تدمرنا يا اخي تدمرنا معنويا وروحيا مع يعني بيشوفهم يعني بيشوفهم خلاص بتمزنا قبادنا في الاخير لن نستسلم ابو يافع امام ولن نستسلم لليأس والقنوط وسنظل متسلحين بالامل والاراده والعزيمه حتى نطهر هذا الوطن الكريم الوطن الغالي من كل هذه الجراثيم من كل هذه الاورام السرطانيه التي تحاول ان تمعن في الجريمه. شكرا جزيلا لك ابو يافع. معي اتصال اخر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. احمد البيضاني مرحبا بك يا احمد. نعم احمد البيض. انا اضحك ولا افكي ولا كيف؟ والله لم يعد امامنا من خيار سوى ان نجفف من دموعنا ونشمر من سواعدنا ونستعيد وطننا من كل. نعم تفضل. نستعيد وطننا من من؟ والله قضية الحديده. نعم قضية الحديده ولا شيء والله ولا شيء. اليمنيين كلهم تمام بالله ولا سوريا الواحد كل اللي عيش. يا احمد دافع على مكرمة امك واختك وكل شيء مش عارفنا ان احنا ده احنا بيمن والله. تجيب لي اي شيء اي قضية يا احمد ما فيها اكثر من هذه يا احمد بغض النظر عن من. نعم تأنى خلاص تأنى نحن أصبحنا تحت جزمة الحوثي. لا في الأخير الذي يرابط في الجبهة ويصد هذه الميليشيا ويحرر المناطق ويبذل روحه وكل ما يملك في سبيل أن يستعيد وطن هؤلاء هم شرفنا هؤلاء هم أبطالنا وشجعاننا. لذا يجب ألا نيأس يجب ألا نصاب بالإحباط. نحن أمام معركة مصيرية معركة استعادة الدولة. شكرا لك أحمد البيضاني. معي اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا عوض كعدل. كيفك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله. أهلا وسهلا بك وبمشاركاتك وفي برنامجنا. نحن نتحدث اليوم عن مدينة الحديدة هذه المدينة المنكوبة التي تتألم تتوجع تنزف من الوجع من المرض من انعدام الخدمات من سرقة ونهب هذه الميليشيا الظالمة التي لا تكترث بآلام ولا بمصالح المواطنين. نعم يا أستاذ محمد. أولا أحييك يا أستاذ محمد وأحيي كل العاملين في غناء خشين. حياك الله. صورتي والصور. أنا يا أستاذ محمد أنا أرسل رسالة إلى الشعب اليمني. أرجو أن لا يدخل في قلوبهم اليأس. نعم. أن لا يدخل في قلوبهم اليأس والإحباط. فعليهم أن يأخذوا من التاريخ العبر والدروس. فإذا رجعنا إلى الوراء أستاذ محمد. نعم. فالثورة الفرنسية استمرت حوالي 10 سنوات. والثورة البريطانية استمرت حوالي 50 سنة.
ورحلوا اليوم في السنة الخامسة من ثورة 11 فبراير. فالآن هذا الشعب اليمني اللقى أمام الأمل وإن الطريق إلى دولة بناء الدولة المدنية الحديثة والعدالة والمساواة والحقوق المساوية ليس الطريق محبت بالورود ولكنه مليء. قبل أن نستشهد بالثورة الفرنسية لابد أن نستشهد بالثورة المحمدية الذي أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، طورد، هجر، أخذوا أموالهم ثم عادوا فاتحين منتصرين. أنا كل هذا يا أستاذ محمد، نعم، أنا أقول للشعب الليبي أن يضع أمام عينيه دولة العدالة والمساواة وإنها قادمة لا محالة وإنها قدم لنا ظهر إلى غد. ثالثا أنا أستاذ محمد الكرم، نعم، أنا شاهدت اليوم على قناة اليمن اليوم اللي هي قناة المقلوع وهي طبعا ستعود إن شاء الله للشعب اليمني اللي عندنا من أول هذا الشعب. هناك برنامج الصحابة، صحابة اليمن اليوم تقول أن يحيى بدر الدين الحوثي، وهذا الرجل ليس له أي صفة قانونية، والكل ليس لهم صفة قانونية ولكنهم فرضوا على الشعب اليمني أنهم هم الذين يحكمون هذا الشعب. هذا الشخص أكثر اليوم امر الى النائب العام بالافراج عما يسمى بالناس بالمجموعه المتهمه في احداث مسجد دار النهدين. الابرياء هم اصلا ابرياء اللي هم من ثوره، هم ذبهم لا لا انا هشتي اوصل الى 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 معلومه استاذ محمد والى عدد، نعم، ان هذا القطار قطار الشر الذي يقوده عبد الملك العودي وعلي عبد الله صلاح سوف يتهاكل يوما بعد يوم. نعم. وإن شاء الله الدولة القادم وهذا المقروض على عبد الله صالح. أما بالنسبة لما يجري في مدينة الحديدة فهي مثل أي مدينة، بس مثل أي مثل عدن، نعم، تحت السيطرة الحوثيين. ولكن أنا ناشد الرئيس عبد الرب منصور هذه. هؤلاء أستاذ محمد لا يمكن أن نتخلص منهم إذا لا بتكون هناك استراتيجية، إذا لا بتكون هناك توافق بين القوات المسلحة وقوات التحالف والمقاومة الشعبية لتحرير هذه المناطق. مستحيل هذا أن كل واحد يحرر المدينة اللي وصلها وبعدين خلاص كل واحد يجلس في معسكر ذاره المعسكر حقه وخلاص والله أنا حررت المدينة حقي. هذا آخر لا يمكن نوصل إلى نتيجة. فأنا أقول الحل الوحيد وهو الحل الجذري، لا خيار امام الشعب اليمني وامام الرئيس عبد الله بن منصور هادي الا اجتياح صنعاء واحتلال صنعاء، لان صنعاء هي الفرصة الحقيقية للحوثيين والمخدوع عليها الدولة. استعادة صنعاء تقصد؟ نعم، استعادة صنعاء مهما كان الزمن. نعم، خيار الرجل من استعادة صنعاء سيظل الوضع على ما هو عليه. شكرا جزيلا لك عوض، واشكرك على هذه اللغة وهذه النبرة التفاؤلية والتي تبعث على العزائم. لا نريد أي مشاعر اليأس ولا للقنوط، نريد عزائم ونريد أمل، نريد تفاؤل، نريد أيضا أن نبذل بالأسباب في سبيل انتصار هذا الوطن الذي ألمه من ألمنا وفرحه من فرحنا. شكرا جزيلا لك. معي اتصال آخر، إذا قبل أن أستقبل الاتصال علي أن أتحدث أقرأ بعض التغريدات التي تحت وسم أنقذوا تهامة. أيمن سرحان يقول في تغريدة له على تويتر: البلد الطيبة تعاني الأمرين، يقصد الحديدة، حرب ونسيان، ولا صوت يطالب بحقوقهم، لكن لا يا تهامة. أما شخص اسمه عاقل يقول: يسكن تهامة الفقر والحرمان، يسكن تهامة المرض والجو الحار، رمضان هذا العام مختلف في تهامة، الأوضاع مزرية، أنقذوا تهامة. أما الصحفي خالد العلواني يقول: في عهد الميليشيا الكهرباء كالمعجزات، لم تعد تأتي البتة، الحديدة مدينة منكوبة. ومحمد مهيوب يقول: نريد لقمة عيش، نريد كهرباء، الحر يقتلنا، يتحدث بلسان أبناء تهامة، الحر يقتلنا والجوع يقتلنا، فأين حكومتنا وأين ضمير الإنسان، الحديدة مدينة منكوبة. ياسر الحسني يقول: في عهد ميليشيا الحوثي وصالح
عروسة البحر الأحمر لم تعد عروسة. وأكرم العدين يقول: الحديدة مدينة منكوبة من أجل هذه الطفولة التي تحترق، والمرضى الذين لا يجدون مكانا بسبب المستشفيات التي انقطع عنها الكهرباء منذ شهور وهي تكافح. معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير يا محمد. اهلا وسهلا بك يا مهيوب العديني. نعم مهيوب، ماذا يمكنك ان تتحدث امام موضوعنا لهذه الحلقه وهي عن الحديده، هذه المدينه المنكوبه او هذه المحافظه المنكوبه؟ هنا في الحديده يا اخي الكريم يعني مرينا البلد، الجو حار فيها وبتستاذ الكهرباء. نحن نقول وبصراحه وبشبابيه نقول لقد قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى تكرهوا شيئا وخير لكم. انا بكذلك اناشد رئيس الدوله ورئيس الحكومه ووزير ورئيس هيئه الامداد العمل على انداب سكان صنعاء بالنزوح الى المناطق امنه واجتياح صنعاء، الامر الذي سيقضي على الارهاب والارهابيين لانهم تماطروا كثيرا ولن يستدم صنعاء الا بقوه السلاح. انا اقول لك بهذه الصراحه، وكما قال الاخ عوض كعب بن شبوه: لا يمكن ان يسلموا الا بقوه السلاح. وانا اطالب الحكومه بانداب سكان صنعاء بالنزوح من صنعاء الى مناطق امنه ويتم اجتياح صنعاء. نعم صنعاء سوف يكلف الثمن باهظ، لكن هذا هو ضروري وواجب علينا ان نعمله، وهذا هو ما كتب علينا ولله الحمد والشكر. شكرا جزيلا لك مهيوب العديني. سمير النمري في بوست له، في موضوع له على صفحته في الفيسبوك، يقول: نداء إنساني عاجل، يعيش سكان مدينة الحديدة وضعا كارثيا صعبا لم يعيشه السكان طيلة حياتهم، فالكهرباء منقطعة منذ ما يقارب السنة، وهناك انعدام كلي للمشتقات النفطية. وضع سكان الحديدة مرعب، وهناك عشرات الآلاف يعانون من مجاعة مخيفة، وأصبح الآلاف غير قادرين على توفير الأكل، كما تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من انعدام كامل للأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة مراكز الغسيل الكلوي وأقسام الطوارئ. يجب على العالم التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 2 مليون في الحديدة، والضغط على ميليشيا الحوثي للانسحاب من المحافظة وإعطاء فرصة للمساعدات الإنسانية العاجلة. يجب أن ينظر العالم بكل منظمات الإنسانية والدولية لهذه المدينة المنكوبة حتى يتم استغاثتها وانتشالها من هذا المستنقع التي أوقعتها فيها الميليشيا المتمردة التي تمعن في الاختطاف والقتل والنهب وسلب أمان الناس وحياتهم ومصالحهم. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مشاركاتكم عن الحديدة المحافظة المنكوبة، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام في حلقة في الكلمة لك. نناقش في هذه الحلقة عن الحديدة محافظة منكوبة. الحديدة تستغيث الضمير الإنساني، تتلظى من سعير الحرارة وانقطاع الكهرباء ومن تفشي الأمراض ومن فاقة مدقعة ومن ظلم الميليشيا. معي أبو عمار الحميقاني. مرحبا بك أبو عمار. مرحبا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة عن الحديدة، هذه المحافظة المنكوبة
التي تعاني الأمرين، ظلم الميليشيا وانعدام الخدمات وأيضا توقف المستشفيات وتفشي الأمراض. تفضل، كلمة لك. شكرا أخي محمد. يا أخي العزيز، محافظة الحديدة هي من أكثر المحافظات في اليمن ظلم، انظلمت، انظلمت من قبل وانظلمت الآن أكثر وأكثر من بعد دخول العصابات أو الميليشيات هذه. صدقت. الذي نهبت كل شيء في اليمن. إذا كان يمكننا أن نصف المحافظة الأكثر ظلما في على مر على يعني بطول البلاد وعرضها هي محافظة الحديدة بالفعل. نعم، محافظة الحديدة أخي العزيز، أنا لي هناك يعني زي ما تقول هناك أرض ولي ناس أقارب ولي، أكثر بلد هي منتجة وأكثر بلد يعني تغذي اليمن بجميع أنواع الفواكه، بجميع أنواع اللحوم، بجميع أنواع يعني ميناء وكل شيء. لو اليمن، لو الحكومة بس تعطي الحديدة مدخلاتها بس فقط لا غير، كان كفتها عن كل شيء. لكن ينهبوا خيرات الحديدة ولا يعطوا أهلها شيء، وفوق هذا كله زاد الطين بلة بعد دخول الميليشيات. ولا نقول إلا إن الله إنا إليه راجعون. والله يا أخي العزيز، نعم والله إن قلوبنا تنزف دم، تقطر دم لما يجري في بلدنا من 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 انتهاك لحقوق الإنسان في بلدنا، لحقوق بعضنا البعض. ونعم الوكيل. ان قلوبنا تقطر دم لما يجري في بلدنا من انتهاك لحرمات بعضنا البعض، قتل وتجسيد وتجويع وامراض وتفشي امراض. يعني احنا ناقصين يا اخي، ما ايران لن تصنع لنا شيء، ايران لن تعمل لنا مستشفى، ايران لن تعمل لنا طريق، لن تعمل لنا مدرسه، لن تعمل لنا مشروع مياه. ايران لماذا نتبع إيران فقط؟ ايران فقط تمول الميليشيا والعصابات المتمرده السلاح كي تقتلنا فقط. نعم إيران، وبالخبراء المتفجرات وغيرها. نعم إيران لا تريد لنا خير أبدا على مر الزمان. هل يدرك هؤلاء المتمردون الذين وضعوا نفسهم بيد إيران، هل يدركوا خطورة؟ هؤلاء باعوا للأسف، باعوا أنفسهم وباعوا يمنتهم، باعوا أخواتهم في اليمن في الدم وفي يعني باعوا على إيران. إيران لا تريد لنا خير ولا لهم، مش حبا فيهم ولا فينا. هم يفكروا أن يعني لا، صعب أن يحكموهم ميليشيات مثل هذه، صعب. ولا لا يمكن نتخيل أن تحكمنا ميليشيات مثل هذه. لو ننفنا عن أخن. هل تعتقد أن هؤلاء الذين أمعنوا في القتل وأمعنوا في النهب وأمعنوا في مصادرة حقوق الناس ويعني الأشياء الأساسية مثلا الحديدة، يعني يمتصون كل مواردها من ميناء، نعم، من نعم، من ضرائب، من جمارك وغيرها، ولا حتى يعطوا الأبناء الحديدة الفتات؟ والله يا أخي العزيز، أني لي أقارب ولي أصدقاء ولي أهل ولي أخوان هناك ولنا ممتلكات هناك زراعية وغيرها. والله الحديدة لو يتركوا لها دخلها اليومي فقط لا غير، الحديدة وأهلها بتهامها بشكل عام، لكفتها وخلتها يعني من أجمل المحافظات وأفضل المدن في العالم العربي. لكن يمتصوا خيراتها وأهل المساكين الفقراء الذي يعني لا أقول إلا إن الله وإنا إليه راجعون. إذن الله ونعمله. بداية إبعاد البلاء عن الحديدة هي تطهيرها من هذه الميليشيا وعصابات صالح، ومن ثم إعادة الحقوق إلى أهلها. شكرا لك أبو عمار الحبيقاني، شكرا جزيلا لك. تحدثت وأنت مطلع أكثر عن الحديدة وأحوالها المؤلمة معي فكري. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. فكري من؟ سعيد حميد الحيك. فكري سعيد. فكري سعيد، مرحبا بك يا فكري. نتحدث يا فكري عن مدينة الحديدة، تفضل كلمة لك. أنا أقول الجماعة عبد الصالح الخونة ابن الخونة، الكلاب ابن الكلاب. لما يشوف البنات في الشوارع يحدثنا نسعن. حاول تحسن ألفاظك يا فكري، نحن أمام العالم يشاهدنا، يجب نحن أصحاب قضية عادلة، أصحاب قضية أخلاقية. لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن ننزل إلى مستوى هؤلاء، أن ننزل إلى مستوى جرائمهم، أن ننزل إلى مستوى يعني ما وصلوا إليه من انتهاكات ضدنا. نحن أصحاب قضية عادلة، ولا بد أن نتحلى أيضا بألفاظ تليق بقضيتنا. طيب. نحن طيب، أحيانا أقول لأخوان اليمنيين هذا بالله عليك، لما تشوف الناس في الشوارع
واذا طلع على اللسان يا اخي هذا مو هذا مش اصلا اليمينيين هذا. فاحنا اصل الحكمه الناس يضحكوا علينا في البلاد الاخرى يقولوا باليمينيين ناس يمينيين اصحاب الحكمه. وشوفوا جماعه عبد الصالح لما ايران تجي لهم حبوب خلاهم يروحوا يحاربوا من يحاربهم لما يقولوا مثل امريكا هم يحاربوا اليمينيين. بالله هذا يصلح يا اخي؟ هل تعتقد ان هؤلاء لو كان لديهم عقل لما يعني انجروا خلف ايران بكل هذه بكل هذه السهوله وامعنوا في قتل اليمنيين وفي تدمير دولتهم ومؤسساتهم وفي تعميق الجراح وتمزيق النسيج الاجتماعي؟ لا يمكن باي حال من الاحوال. ما الحل امام كل هذه المعاناه؟ لا يمكن لاي يمني بس هذا وجاهم من طلع ايران عبد الملك الحوثي وجماعته ان يأتوا الشعب اليمني علاجات ويشربوهم دخل الماء بالعلاجات نفس ما يعملوا مسلسلات الاتراك كذا يا اخي. ما يصلح الناس تسوي للشعب اليمني حبوب ويحاربون يا اخي كذا. هو من اصل اليمنيين هذا معروف اليمنيين من زمان معروف ان نحن اليمنيين. هل تعتقد انه ممكن اليمنيين يتخلصوا من هؤلاء عبر الحوار ام ان هناك وسيله اخرى افضل وانجع واسرع؟ احنا نقول افضل واسرع ان يتخلصون بالحوار وافضل. اما ما فيش حوار لهم ملاهم مجال في اليمن نحاربهم حتى الموت. اقسم لك بالله لو كنا في اليمن حنا الحين في تعز مع الجبهه والله. لو في اليمن حنا الحين في تعز مع الجبهه. فلتبقى دعواتك وايضا ولا تنسى في الذي لا يستطيع ان يكون في الجبهه هناك وسائل اخرى للدعم والمسانده. نحن لسنا ناقصين حتى تعز لا تنقصها لا ينقصها الرجال وانما ينقصها الدعم والدعوات. شكرا جزيلا لك. معي اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم؟ محمد حسن. اذا الكنترول يغير الاسم الى محمد حسن. تفضل يا محمد حسن. نحن نتحدث عن الحديده هذه المدينه هذه المحافظه المنكوبه التي يعني تتألم وتتوجع من ظلم الميليشيا وانعدام الخدمات وتفشي الأمراض والفاقة وغيرها. تفضل. البداية تحية لك أخي محمد وتحية للمشاهدين الكرام. أخي الكريم الحديدة بالفعل أصبحت محافظة منكوبة وتعيش كارثة إنسانية بمعنى الكلمة. ما يقارب السنة الآن لا كهرباء في الحديدة رغم الجو الحار. نعم في هذا الجو الحار درجة الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية ولا يوجد كهرباء. ما زالت الكهرباء منقطعة ومستمرة في الانقطاع دون وجود أي جهود تذكر للسلطات المحلية في الحديدة. الصيف الحديدة اللاهب يعاني منه المواطنين بشكل كبير جدا. لك أن تتخيل أن الحديدة حارات الحديدة بعد الثانية عشر ليلا يفترشها المواطنون. المواطنون لم يعودوا يستطيعوا أن يناموا حتى في بيوتهم. كل أزقة حارات الحديدة وأرصفة شوارع الحديدة تجدها في الليل ممتلئة بالناس الذين لم يعودوا ولم يستطيعوا أن يناموا داخل غرفهم. ومع ذلك يهاجمهم البعوض الناقل للأمراض، يهاجمهم البعوض الناقل للأوبئة، الناقل لحمى الضنك، الناقل للأمراض الحمية، الناقل للملاريا، الناقل للتيفويد. ولا توجد أي جهود من قبل السلطات الحوثية في الحديدة لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية وهذه المعاناة المستمرة منذ أشهر. كذلك المستشفيات، كان هناك خط ساخن يغذي المستشفيات الحكومية والمرافق الصحية المهمة، وللأسف الشديد توقف هذا الخط وحول هذا الخط إلى منازل المسؤولين ومنازل رجال الأعمال ويباع إلى الشركات الخاصة. تبيعها الحوثيون الميليشيا تبيعها. نعم تبيعها على حساب حياة المواطنين وعلى حساب يعني وصحتهم. نعم كما هي عادة الميليشيا تتاجر بأي شيء. فهي تبقى لها في الحديدة استنفذت كل شيء، تبقى لها الخط الساخن الذي يغذي المستشفيات الحكومية. وتم توقيف هذا الخط عن مستشفى الثور العام وعن المرافق الصحية المهمة، وتم تحويله إلى بيوت المسؤولين، وتم تحويله إلى الشركات الخاصة، وتم بيعه إلى رجال المال والأعمال. بينما المواطن البسيط يعاني، المواطن البسيط يموت،
ولا احد يلتفت اليه. لك ان تتخيل ان الكارثه التي حلت في مستشفى الغسيل الكلوي وكذلك في قسم الحروق، المرضى في قسم الحروق عانوا بشده هذه الايام بسبب انقطاع الكهرباء، تلوثت اجسامهم ولم يعودوا يتحملوا الجلوس داخل غرف المستشفى. لك ان تتخيل خاصه مع الرطوبه والحراره كمان، الرطوبه والحراره، لك ان تتخيل في هذا الجو اللاهب ان يكون المريض مصاب بحروق شديده وفي ظل انقطاع الكهرباء. كذلك مراكز الغسيل الكلوي هناك انقطاع الكهرباء عنها. فلذلك الحديده للامانه يعني تعيش امام كل هذه الكوارث. اريدك في 30 ثانيه، ما الذي تطلبه الحديده؟ ما الذي يجب على المنظمات الدوليه، على الحكومه، على ان يغيثوا الحديده حتى يمكنها ان تعيش، تبقى على قيد الحياه؟ لعلي هنا استغلها فرصه واناشد العالم اجمع، اناشد الامم المتحده، اناشد المنظمات الحقوقيه، اناشد المنظمات الانسانيه، اناشد الحكومه اليمنيه، اناشدهم انقاذ 3 ملايين نسمه في الحديده. الحديده تعيش تعذيب جماعي، تعيش معاناة فاقت حد الخيال في الحقيقة. نطالبهم بتوفير مولدات كهرباء، نطالبهم بتوفير مادة المازوت والديزل. هل يبقى الحديديون صامتون أمام كل ما تفعله الميليشيا؟ هل يبقوا يعني أسرى لكل هؤلاء المتحوثين البشعين الذين ينهبون كل شيء وغيره؟ لعلك تعرف أخي محمد، الحديدة يسيطر عليها الفقر والجهل، ولا شك أن هذه العوامل ساعدت الحوثيين في بسط السيطرة على محافظة الحديدة. نعم. ولكن يجب في ظل هذه الأوضاع على المواطن أن ينتفض، أن يسأر. نعم. أن يخرجوا في مظاهرات تطالب، فلتكون مظاهرات ليست سياسية، مظاهرات مطلبية، خدمات وغيرها. نعم، أقل شيء مظاهرات لتوفير الخدمات، لتوفير الكهرباء، لتوفير كنت أتمنى يا محمد حسن، كنت أتمنى أن يكون لدينا من الوقت الكثير لأنه انتهى البرنامج، وأشكرك شكرا جزيلا لأنك أطلعتنا على الكثير من التفاصيل، على الكثير من المعاناة والآلام التي يعانيها أبناء الحديدة. شكرا جزيلا لك أحمد محمد حسن، شكرا لك، كانت مشاركتك مهمة وهي مسك الختام. شكرا جزيلا لك، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وعلينا ألا ننسى الحديدة من دعواتنا وأيضا من دعمنا. الحديدة بحاجة إلى الدعم لكل المنظمات الإنسانية، لكل من يهمه الأمر. هذه أبناء الحديدة يتضورون جوعا ومرضا ومعاناة بسبب الميليشيا وبسبب انعدام الخدمات. فابقوا مع الحديدة بدعواتكم وصلواتكم ودعمكم. في أمان الله.